بسم الله. رندر ستايل بيديني بعض الاعدادات الخاصة بالشكل. هنشوفه ازاي. خلينا مثلا نبص على اللقطة كده. لو انا قلت له انا عايزها نو لايت تظهر معايا بالشكل دوت. طيب عايز هيد لايت يبدأ الإضاءة تتحسن. طب أنا عايز سين لايت. طب عايز بقى فول لايت يبدأ يظبط لي الإضاءة بشكل أفضل. دي طبعا خاصة لو أنت عايز تعمل رندر كويس خلها فول لايت. المود بتاعي فول رندر ولا شيدد، ما بيبقاش ياخد الماتيريال، بيديني بس الشكل. الواير فريم بيديني بس الشكل للحاجة الخارجي، والهيدن لاين بيوريني الخطوط بس الخارجية للمبنى. وده طبعا بيبقى أخف حاجة. لو انت حاسس ان الموديل معاك تقيل جدا فممكن تخليه بالشكل دوت لحد ما تظبط الشكل بتاعك، وبعد كده ترجعه للفول رندر. هنا ببدأ اقول له انا عايز اشوف السيرفيس الشكل دوت. لو لغيته بيبدأ يوريني الخطوط بس. تمام، ممكن اقول له وريني الشكل دوت ولغي الخطوط. الخطوط ممكن هتاخد بالك منها لو شفنا المكنة ديت مثلا، قلنا له الغي الخطوط تبدأ تظهر وتختفي. تمام، عندي لو في تكست هيبدأ الخيار ده يتفعل معايا. لو عندي سناب بوينت او عندي بوينت الاختيارين دول هيبدأوا يتفعلوا معايا.